توجهات وزارة الزراعة لدعم صمود المزارعين وتمكينهم ومتابعة المشاريع الزراعية وتطويرها، قام وزير الزراعة الدكتور رزق سليمية بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الزراعية في محافظة أريحة. جولة تفقدية ميدانية لمحافظة أريحة والأغوار للاطلاع على مكونات ومركبات القطاع الزراعي والوقوف عند هموم الناس ونشوف شو في مجال انه حقيقه احنا نقدم هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى الاطلاع على العدد من المشاريع اللي نفذت واستمراريتها ونشوف شو حقيقه عملت فروقات ما بين السابق واللاحق، والحقيقه في هناك يعني مبادرات رائعه وجيده. اليوم احنا في جانب بركه تمت من خلال وزاره الزراعه بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بتمويل من اوكسفام والاتحاد الاوروبي ب 9000 كوب تقريبا، عملت في تنميه تقريبا حوالي 400 ضنم تم ري فيها، وبالتالي هذا من شانه زياده الرقعه الزراعيه في المنطقه، وهي واحده من سلسله برك حقيقه من حوالي 11 بركه تم عملها في منطقه اريحه. بدات هذه الجوله في دار محافظه اريحه حيث جرى استقباله من قبل المحافظ، ومن ثم عقد هناك لقاء جمع الوزير مع عدد من مدراء المؤسسات للاستماع للمشكلات والهموم المرتبطة بقطاع الزراعة، ثم نفذت زيارات ميدانية لعدد من البرك والمنشآت الزراعية وشركات الإنتاج والتسويق الزراعي للاطلاع على واقع الزراعة على أرض الواقع. حقيقة هذه الزيارة مهمة جدا من قبل معالي الوزير البروفيسور رزق السليمي للشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير. هذه الشركة طبعا هي أحد الشركات التي تم تأسيسها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة الزراعة الأردنية، الهدف منها هو تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الخارجية، وهذه الزيارة صراحة كانت بهدف الاطلاع على خطط وبرامج الشركة وتم عرضها على معالي الوزير، وأكيد كان عنده مداخلات وتوجيهات اللي نقدر من خلال الشركة هذه إن شاء الله نحقق إنجازات على مستوى تصدير المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية تحديدا مثل سوق السعودية وسوق قطر وسوق دبي، وإن شاء الله في الوقت القريب القادم راح يكون في عنا اتفاقيات مع شركات عالمية لتمثيل شركتنا في تسويق المنتجات الزراعية في السوق العربي والسوق الأوروبي. هاي الزيارة احنا بنعتبرها مهمة جدا لأنها تتويج لاتفاقية أبرمت في 2022 وجددها معالي الوزير باعتبار المشروع الإنشائي هو مركز تدريب مفتوح، وبالتالي نحن ذاهبون من خلال هذه الحكومة إن شاء الله إلى تطبيق ما اتفق عليه ميدانيا، حيث أن هناك تمويل من عدة مشاريع رصدت وزارة الزراعة لتحقيق هذه الرؤية والحلم اللي احنا بنحلم فيه منذ زمن بعيد. تحظى هذه الزيارة بأهمية كبيرة على اعتبار أن أريحة مدينة زراعية بامتياز، ما جعلها في مرمى استهداف الاحتلال ومستوطنيه، ويوميا هناك ازدياد في أعداد المتضررين من قطاع الزراعة. تنفذ هذه الجولة اليوم على عدد من المنشآت الزراعية والمزارعين بهدف الاطلاع على واقع الزراعة من كثب ودعم صمود المزارعين وتمكينهم. من مدينة أريحة إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.